السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا غادي نتكلموا على بن ناصر وين وجلب اللعاب طولي، اللعاب اللي تمت الصفقة معاه واللي يلعب في نفس المركز تاع بن ناصر. نقولوا هل يتضرر الجزائري بن ناصر من هذه الصفقة؟ وين شكل تعاقد مع ساندرو مفاجأة سارة للجماهير ميلون، إذ يعد من أهم المواهب الواعدة في إيطاليا وأوروبا حاليا. لكن الصفقة أثرت شكوك حول مستقبل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، وكان النجم محاربين الصحراء من أبرز نقاط القوة في موسم الماضي مع ميلان في المركز اللعاب وسط وسط ميدان دفاعي، وحجز لنفسه مكانة أساسية مع المدرب ستيفان. لكن كيف سيكون الحال مع انضمام هذا اللعاب الذي يملك صفات مشابهة لبن ناصر؟ حنا نعطوا هذه النقاط، بالك غادي تقولوا لنا لا وكيف هدرت هذه الهضرة ومنا. على بالكم أفسي ميلون نادي عنصري، نادي عنصري، الانتر انترناسيونال نادي اللاعب اللي يجي يلعب فيه وينجح فيه. بصح نادي ميلون أفسي ميلون والله لا نادي عنصري، ماشي قضيه زعما مي جابوا هذا الجوهر ولا لا، لا نهضروا تاريخيا بلي هذا النادي ما ضد المسلمين، ضد اللاعبين عرب، ضد انا نقول لكم كيما نقولوا حنايا تكون بحرت لهم يتعاقدوا مع لاعبين، بصح من بعد يحوسوا كيفاش ما يخلوكش الطول عندهم، ما يبغولكش الشهره وكلش. هذه هي وانكشف الصحفي الايطالي ماريو ان ميلان قد يفكر في بيع بن ناصر حتى اليوم الاخير من الميركتو لصعوبه توافق مع توني في التشكيلة واحدة، بجانب تلقيه عدة عروض قوية من أندية كبيرة ومنها ريال مدريد. هذه اللي نقولوا بلي جابوا هذا اللعاب، لعاب وقيل هذا تاع بريشيا، وقيل تاع بريشيا، قيل لعب مع بريشيا العام هذا اللي فات، وقيل لعب مع بريشيا، وقيل كان يلعب بريشيا عنده 19 عام هو. وين شنا كيفاش جابوا هذا اللاعب؟ يتشابهوا بزاف. ولعاب هذا صاعد، لعاب كبير، هذا طولي، هذا لعاب كبير، طالع عندهم نفس الشبهات في اللعب تاعهم وكلش. على هذيك انا بانت لي بلي ميلون بعد ما شاهدت عروض كبيره جات لبن ناصر باموال، جابوه ب 15 ولا 16، يبيعوه ب 60 ولا 70 ولا ما تمشي على غادي يبيعوه، ما غاديش ما يفرطوش في هذا الصفقات هذه. تنجم يخلوه يجيبوه، جابوا هذا اللاعب يخلوه للمشتى باش يبيعوه، تنجم بلي يبيعوه في هذه المرحله الصيفيه هذه، تنجم النهار التالي على 12 تاع الليل يسني في كاش نادي، ما تنجمش تعرف. وين يوجد شرط في عقد بن ناصر بقيمه 50 مليون يورو، لكنه بدأ في وين، لكنه يسأل بن ناصر بدأ من الصيف القادم، وين يبدأ من الصيف القادم. ومن جهة أشار موقع ميلون توك إلى أن المدرب ستيفانو من جهة من المدرب ستيفانو قد يمنح طولي فرصة للتقدم أكثر للأمام بعد أن سجل 6 أهداف، وين سجل 6 أهداف مع ناديه السابق. شكا عندهم من أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة في 77 مباراة مع بريشيا، بينما يبقى على بن ناصر في واجبات أكثر دفاعية، لعب ارتكاز. واقتراح موقع أنه يلعب طولي 19 عام وبن ناصر 22 عام سويا في محور ارتكاز بجانب فارناكيسي. هنايا نقولوا بلي تنجم عندهم كاين خطط، كاين يلعب لك بثلاثة أربعة ثلاثة، كاين بزاف خطط اللي ينجموا يلعبوا في ثلاثة،
ينجم يلعب هذا اللعاب تاع بريشيا، يلعب بالناصر، ويلعب لعاب تاع كيسي، ينجموا يلعبوا في كيما يقول لك يكونوا خط وسط ميدان قوي، خط وسط ميدان قوي، من الصعب هزمه ولا كسب امامهم الميليو تاع عمر الميليو عمر الميليو تيباه معمر عند ميلو عند ميلو. تنجم باللي نقولوا باللي راهم يوجدوا فيه للبيع، يوجدوا فيه بالناصر للبيع، يوجدوا بعد رحيل بالناصر. خاطر علاه ميلو انا نقول لكم ادخلوا الموقع تاعه، انا ما عنديش كيفاش نجيب لكم موقع بصح نقول لكم ادخلوا الموقع تاعه، موقع تنجموا تدخلوا الموقع تاعو تاع ميلو، تشوفوا محتاجين اموال باش ديروا ترميم للملعب تاعه، باش يديروا ترميم الملعب تاعه، محتاجين اموال يبيعوا اللعاب، جابوه ب 15 ولا 16 ب مانبا عامين، يبيع مانبا عام يبيعوه ب كيما يقول لك ب 60 ولا 70 مليون، يمشي تريبل. هذا هو الاقتصاد الحقيقي، هذا هو الاقتصاد الحقيقي، هذا هو الربح السريع. كي يكونوا عندك ناس يبغوا كيما يقول لك يبغوا الوان نادي، ناس تخدم من اجل المدينه، من اجل النادي، عشاق نسيبو هو يخدم في النادي وعاشق للنادي، هذا وين يوصلوا. شوف يجيب لك لعاب، شو جابوا هذا طولي، هذا جابوا هذا احسن خط وسط ميدان راه صاعد، روحوا شوفوا شي يهضروا عليه، تفرجوا روحوا شوفوا احسن خط وسط ميدان صاعد، ماشي لعب لعاب. هذا اللي عنده 19 عام متنبئين له باللي منا على 21 عام يكسب بالموند، كيما احنا كيما بالناصر، كي رانا نهضروا كيما باش انا نقولوا بالناصر قيمة تاعو مكاش. بالناصر ديروا حسابكم الاوروبا ليغ اللي وصلتها ميلون بسبب اداء بالناصر، بسبب اداء. انا تنجم تبان لي بلي بالناصر مع هذا اللعاب ومع كيسي غادي يكونوا خط وسط ميدان قوي. ها ستيفانو يعرف كيفاش يخدمهم، ينجم يلعب، انا نقولوا ينجم يبدل كاع الخطه تاعه، يولي يلعب بثلاثه اربعه ثلاثه، ينجم يلعبها كيماها. خاص بيرجوع بالناصر، بيرجوع الكره الى خاطش عليها، لا يقول لك ربعه ثلاثه، كي تكون عند البوله عند لادفيرسير بالناصر يكون قريب للدفاع، يكون قريب للدفاع. شوف كيفاش الناس كيفاش تخدم. كاين بزاف امور، كاين تحاليل والتحاليل تحاليل دقيقه تاع في كره القدم. خاص كاين اللي يهدر لك هكا يقول لك امين بو كات كادو، بصح كات كادو كيفاش؟ كان يقول لك امين بو ربعه ثلاثه، كان يقول لك امين بو ثلاثه خمسه زوج، بصح كيفاش؟ علاش؟ او غي هاك او علاه؟ علاه انت دروك تشوف كيما هكا، تشوف كيما الميليو تيرا دروك كلش تغير، عالم كرة القدم كلش تغير. الميليو تيرا هو اللي يخدم الخطة، هو اللي يغير الخطة، هو اللي يغير الخطة، الميليو تيرا هما اللي يغيروا الخطة. تشوف انت كيفاش تقدر في الميليو تيرا كيفاش عملهم، تفيق باللي يغيروا. على مدربين اي شوف تيسيب لونترينر تاع لادفيرسير غيروا الخطة، علاه؟ حتى عارف شي كاين كاع، يشوف كلشي يتغير في خط وسط الميدان. وضروك اللي يكسب لك خط وسط الميدان هو اللي يفوز، هو اللي يسيطر. خط وسط الميدان تسيبو دايلك تناسق ما بين ثلاث خطوط، همزة وصل ما بين الدفاع والهجوم، وتطلب بالسرعة، تطلب التمريرات، تطلب يكون يعني يكون اللاعب اللي يكون يلعب في الارتكاز، ولا يكون يلعب خط وسط ميدان دفاعي، ولا خط وسط ميدان هجومي، يعني يطلب منه السرعة، اللياقة البدنية كبيرة، ماشي غير هاكا أرواح وصدم بحمارك.
عليك نقولوا بلي ميلون راه ما عارفينش راهم يخدموا، وحنا نتمناو الود بلادنا ان شاء الله بربي كيما بالناصر، نتمناو له النجاح. الى هما راهم يشوفوا جابوا هذا اللعاب باش يبيعوا بالناصر، فانيكم مليحه بالناصر، هذه هي صحيح.